طبعا احنا مشاعرنا يعني لا توصف بفقد اولادنا. طبعا احنا فرحانين ان هم في الجنه ولقائنا في الجنه وارواحهم في الجنه عند ربنا، لكن احنا بنحب انه نستلم ابنائنا ونطبق شريعتنا في انه ندفنهم اكرام للشهيد دفنه، واحنا اكيد يعني بنحب انه تراب بلدنا وتراب ارضنا انه يضم اولادنا، لانه تراب بلادنا حنون. صح هم يعني وين موجودين؟ هم في ارض فلسطين، الا انه احنا بنحب نقوم بواجبنا كمسلمين تجاه ابنائنا. رسالتنا للاحتلال بنقول مش راح تكسرنا، لو قتلت اولادنا وكل اولادنا، لو قتلتنا، لو هدمت بيوتنا، لو عملت شو ما عملت، احنا متمسكين في ارضنا في اقصانا وباقيين هان الى ما بقي الزعتر والزيتون، ومستحيل انه يكسرنا لا بقتل اولاد ولا بهدم بيوت. طبعا المشاعر، الكلمات تعجز انها توصف شو المشاعر. اول شيء احنا طبعا فخورين بيهم انهم شهداء، وشعور الاب لما يكون ابنه شهيد طبعا بيختلف عن اي شعور ثاني، وبنفس الوقت طبعا ان شاء الله انهم بالجنه. بنفس الوقت احنا نتالم، احنا بشر نتالم لما احنا ما استلمناهم مش ولا شفناهم ولا دفناهم. مطلبنا الوحيد انه ندفنهم، بدنا اولادنا عشان ندفنهم، هاي المشاعر كلها يعني اللي واجبهم يقوموا بهذا العمل، يعني مش سائلين ولا كلكانين. احنا بنطالب اي انسان حر بيقدر يوقف معنا يوقف معنا، مثل يعني على اساس انه نسترد جثامهم. اخواننا هذه الهتافات، اولا نود ان نشير ان الحمله